Welcome back to another vlog معكم كاميسا. كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير. وانتم كي تشوفوا هذا الفيديو اليوم الخميس، انا كاينه في السيمانه الاولى ديالنا ديال القرايه، وما صورتش لكم فيرست داي في سكول حيت كنت مريضه. نحاول نصور لكم يونيفرسيتي لايف، ماشي ضروري يكون فيرست داي. صورت لكم شي لقطات، غادي نحطهم لكم في تشوفوهم ديال هذا الويك. لا رونتري زوينه، لي بروف زوينين، والبنات قراو مزيان. خصني ندير لكم شي جيرلز توك نهضروا فيه مزيان على هاد السوجي ديال المدرسه اون جينيرال. ديروا سبسكرايب باش نحطو يبان لكم. عند جاس دابا عندي كور، غادي نسالي مع 12 وغادي نمشي نقضي شي اغراض. Everyone, so. اسمعوا غير صوتك كيفاش داير، غتعرفوني بلي عييت. تجي الربعة ومازال ما دخلتش للدار من 8 الصباح. We are going to. دابا غادي نمشي للدار ونرتاح ناس. هاي المهم انا بالليل كنوريكم بلي كنجمع حوايج الحمام باش نمشي للحمام الغد ليه. هي احسن ديسيزيون خديت في حياتي. ما عرفتش كل واحد شنو كيدي مع الحمام. المهم راه زدت ما شحال من حاجة مشطة. ما عقلتش شنو زدت. المهم زدت شي حاجات. Girlies, I just got from hammam, not shower. I've sure maybe can shower to hit with shampoo to hit to like. I have a sensitive skin. It's okay. I should have been asked to brush it. New,
نيوكس. دونك اليوم درنا الحمام وغدا غنمشيو للصالون غنوريكم اشنو غندير دو ا ا زد. غادي نتبدل غادي ندير واحد الكلوب ما عمركم ما تكونوا شفتوا بحالو كاع في حياتكم. مهم ليتس سي توغيدر. دابا ماما كتصوب بسطيله وانا مقدمه كلشي ولكن على ود البسطيله ما ناكل والو غدا النهار كامل باش ناكل بسطيله. المهم دابا غادي نرتاح عرفتو مريضه ولكن بدا كيفوتني الحال. شوفوا بارك فيا الحمام. بنات شوفوا راه قديت لي السيل شوفوا راه واعرين صوبات ليا فاطمه الزهراء اجيو سولوا عليها عند الصالون مالات. شكرا فاطمه الزهراء تبارك الله زوينه وخدمتها زوينه ودغيا سالاتهم ليا وشوفوا دارت ليا اتكاي هكا من الجناب كيجيو هكا مجبدين بحال دايره ايلاينر حتى انا عينيا من الجناب ما طالعينش بزاف كنبغيهم ديما كنبقى ندير ايلاينر ودارت ليا لف ايلاينر بالشفا وقدت لي اكرام شعري ما يمكنش احسن مره قدت فيها شعري شوفوا فاعر شوفوا بيرمانون ما يمكنش تشوفوا اللون غيعجبكم بزاف واعر ودايرين لي بروموسيون دابا سربيو اجيو سينو غيساليو لي بروموسيون صالون ميريت على قوة الله اكبر كي جا كيحيي هادشي خويا غيضربني الطندو ايوا واش غنقول لك عيد ميلاد سعيد الله يرزقها الصحة والسلامة الله يسهلها للجميع ايوا بركة في راسكم وهادشي ليك واو صراحة سام كون دابا جيت دايرة شي ضفار حمري ما غيعجبوكش هادو لا هادو سام سامبل زوين سامبل شتو البنات راه الدراري مكيحبوش داكشي كتير اللي كيسقدو الضفار طوال هادو راه غير فيغني بيغمانون ودايرين لي بخي زوينين من البنات سيرو عندهم وظريفين والتعامل غزال راه ليكيب تبدلات وهادشي اللي كاين دابا غنمشيو ناكلو فشي بلاصة فينا الجو المهم ما عرقتش في البسطيله بزاف حيت معوله غناكل بالليل فهمتوا على ود البسطيله ما ناكل والو غدا النهار كامل ود البسطيله ما ناكل والو غدا النهار كامل Hey!
البنات راه كلينا عند هذاك لو ريستوك هو ام اف سي موروكو فرايد تشيكن موروكو فرايد تشيكن قلت لكم ماما بنين عجبها وي مراه زوين وماكله عندهم زوين وغفور كاليتي بخي لا كونتيتي كثيره بزاف في المنيو ديال 75 لي بروفي جوج ديال 75 لا كنت انا ما كملتش البرد ديالي عطيتو لي حيا حنت قال لك زيدوني مازال لا هذا المنيو اللي خديت انا مستحيل يكملوا حنا ما كناش عارفين هذا الغيستو واش كاين هنايا حيت ما باينش لون بلاسمون حتى طلعت لي واحد لابوب في انستغرام صراحه مزيان زوين مزيان جيو لي وقولوا لي صراحه غنبقى نجي مزيان ريكومونداسيون انا نبقى ديما نجي حتى انا صراحه عجبني. Hi everyone, this is the last day in this week. يوم الحد وجينا ناكل السوشي في أرخص بلاصة في أكادير وأحسن بلاصة في أكادير عند البهجو. وعلاش جيت ناكل سوشي حيت طايح ليا المورال بزاف وأنا فاش كيطيح ليا المورال ديريكسيون سوشي نيشان وكيطلع ليا المورال. يلا ليتس جو. المهم ما درتش ميك اب دايره غير شفار وكلوس باش عرفوا الشفار كيلعبوا دور كبير. And yes, let's go. مهم اخوتي شوفوا حالتي كي ولات ولكن لي زين زين. المهم راه امي فيها السكر شكون لي والديه بحال هكا امي فيها السكر وتشهات ليا الحلاوه واش غندير لها جبتها الاحسن باتيسري عندها في اكادير بزاف الناس ما كيعرفوهاش وانا كنكوموندي عندهم لي غاطو دانيفيرسير واري ما عمرني خديت عندهم شي حاجه هكا فينواز غي ولا. المهم سميتها بام كيك كاينه في الهدى يلا نجي نديكم. كنا معولين وصدقنا خديت لينا غاطو دانيفيرسير لو 14 اكتوبر عيد ميلادها
وغندير لها هنايا الشمع ونصونو على ابيل فيديو مسكينه حيت في الغربه مسكينه اختي في الغربه غادي تحس بعيد ميلاد بوحدها. انا كاع ما درت كيك كاع ما مسوقه، ولكن فاش كتكون بوحدك كتكون سانسيبل فهمتو. انا بركه عاد تعيشيت مع ماما وجده بارك عليا. المهم جيت كنقلب على واحد الريحه في ميني السوق، قالوا لك زوينه وما كتمشيش دغيا، نشموها ونشوف واش ناخذها ولا لا. المهم مشينا باقي للديفاكتو هي فين خديت البارفان. المهم ها هو اللي لاك خديته زوين، ديما كناخذو هو في الموف، داير 72 درهم وزوين. هو هادشي اللي كاين. سالي لا سيمانة غدا قارية مع 12، وصراحة بغيت الناس نسيت عيد ميلاد لينا. المهم شوفوا انستغرام باش تشوفوا ستوري ديال عيد ميلاد لينا. Thank you guys for watching. See you in the next video. Bye.